هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ملخص مسلسل حب الجزء الثالث، هو صيني ومتصنف درامي رومانسي. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر، وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء الرابع في اسرع وقت ممكن. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناة الساعة 9 كل يوم بتوقيت مصر. اتفعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر، واكتر اتنين بيتفاعلوا بيعلقوا كتير. هقول اسمائهم وهزر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوة احط تعليقاتهم في اخر كل فيديو. واحب اشكر النهارده سميرة ومريم على دعمهم المستمر ليا. وبالنسبة لقناتي التانية فأنا غيرت محتواها، وهتلاقوا هناك ملخصات مسلسلات صيني وكوري جديدة ومختلفة عن هنا. أتمنى تنول إعجابكم، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف في التعليق المثبت، ما تنسوش تدعمونا هناك. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدأ أحداث الدراما مع بعض. الجزء الثالث بيبدأ لما بيقول لها موشن انت بتعملي كل حاجة علشان الفلوس، خدي فلوس اهي خدي، وبيرميها في وشها وبيقول لها ايه مش كفاية لو عاوزة تاني توسلي لي يلا، وبيقرب منها وبيقبلها غصب عنها، فبتزقه وبتقول له كفاية يعني لو توسلت ليك هتسمع كلامي، طيب هتوسل ليك يا ريت تبعد عني. وفعلا بتسيبه وبتمشي وبتقول على الرغم من انك ما تعرفش حاجة، حادثة العربية في تلك السنة والدتك هي اللي رتبتها علشان تصيبني وتموتني، وانت كنت تموت وانت بتحاول تنقذني، لكن والدتك كان عندها حق، من الجاد انك تركتني. وموشن شايفها وهي ماشية وبيقول حمقاء، عارف انك مش هترضي تركبي معايا، وهنا بتقع وبيخاف عليها جدا وبيقول لين بتعملي فيا كده ليه، هي دي الحياة اللي انت عاوزاها؟ وتاني يوم بتروح لين الشغل وبتلاقي شاني جايلها وبتقول لها هو انت انفصلتي عن الرئيس موشن؟ بتقول لها ايوه، بتقول لها عشان كده ليلة امس استمتعتي مع مجموعة الرجالة بتبدين كالحقيرة، فبتتعصب لين وبتضربها وبتزقها على الحيطة وبتقول لها لو مش قادرة تتكلمي ممكن تقفلي فمك. ولما بتحس ان المدير جاي بتقع وبتقعد على الارض وبتعيط وبتقول لها لين انت بتعملي فيا كده ليه، وبيجي المدير بيقول لها انت ازاي تضربي زميلتك، وبعدين انت موظفة فاشلة اصلا، مش كفاية ما قدرتيش تقنعي الاستاذ ليو وكمان ما عملتيش التقرير المطلوب منك، ودلوقتي بتتنمري على زميلتك. وهنا بيجي موشن وبيقول له استاذ ليو انت هنا؟ وبيتصدم وبيقول له ايوه، هبدا الشغل امتى؟ بيقول له بس الانسه شاني مصابه دلوقتي، ده حتى لين ما قومتهاش، بتقوم وبتقول لا انا بقيت كويسه، عامل ايه يا موشن هنبدا شغل مع بعض امتى؟ بيقول لها لا مش هي دي مضيفتي، مضيفتي هي الانسه لين. بيقول له بس لين تم طردها، الانسه شاني هي اللي هتكون مضيفتك. بيقول له بس انا مش هشتغل غير مع لين، ومش هقوم باجراء اي حاجه مع شخص غيرها، وهي مصدومه. وبعد شوية بتحضر له مشروب وبتقدمه ليه وبتقول له عملت كده ليه؟ بيقول لها انا فاكر انك قلت لي قبل كده ان انا ابعد عنها صح؟ وبياخد المشروب وبيقول لها ده حليب محلى، انت لسه فاكرة الحاجات اللي انا بحبها والحاجات المفضلة ليا، بس يا ريت ما تشغليش نفسك باغراء، انتبه للشغل اكتر. بتقول له اه، وبتطلع وهي مكسوفة ومش اخدة بالها، فبيمسك ايديها وبيقول لها انت خدي بالك جهزي لي جلسة التصوير، وبتقول له حاضر وبتسيبه وبتطلع وهو مصدوم. وبتبدأ جلسة التصوير فعلا وبيكون يجنن، والبنات عمالين يتكلموا عليه وبيقولوا قد ايه ان هو وسيم وان هو شكله يجنن، ولين واقفة وسمعاهم وبتقول هو حقا وسيم جدا. ولما بتخلص جلسة التصوير بتدخل لين أوضة تغيير الملابس وبتقول لنفسها لين موشن دلوقتي متجوز وعنده أولاد، ما ينفعش أفكر فيه، لازم أفوق وأشتغل كده وأنسى كل حاجة. وبتفتح الستارة وبتلاقي موشن قالع وراها وبتتصدم وهو متفاجئ ومصدوم بيها، وبيلبس القميص وبيلف وبيقول لها لين انت بتعملي ايه هنا؟ انت بتحاولي تعملي ايه؟ بتحاول تمشي فبتتزحلق وبتمسك فيه بالغلط، وبيقعوا الاتنين فوق بعض وبيتصدموا وبيفضلوا باصين لبعض. وبتدخل عليهم بنت عم وبتقول له انا جيت والطفل معايا عشان نصطحبك، فبتقوم لين وبتقول لها انا اسفه الوضع مش زي ما انت فاهمه نهائي، حصل بالغلط. وبيفهم موشن ان هي مفكره ان هي زوجته فبيغيظها اكتر، فبيقول لها روي انت ازاي تركضي بالشكل ده بالطفل كده؟ خدي بالك منه، هو انا وحشتك للدرجه دي عشان كده جايلي لحد الشغل؟ ولين متغاظه جدا منه. ولما بيطلعوا بيقعدوا بيقعد موشن مع روي، وبتطلع لين مع صديقها من الشغل وبيقول لها ايه رايك في عمل الجيد في المره الماضيه؟ فبتقول له اه انت رائع جدا. بيقول لها كله بسببك انت، انت اللي ذكيه جدا ولطيفه. وموشن سامحهم وبيبدا ياكلها، وموشن بيشوفهم وبيكون غيران جدا وبيقرب من روي وبيقول لها اكليني، وهي بتكون مش فاهمة وبتشوفهم لين وبتتضايق، وبتقول لصديقها للفيلم اللي حكيت لي عنه المرة اللي فاتت ايه رأيك نروح نتفرج عليه سوا في السينما؟ فبيقول لها اكيد طبعا مفيش مشكلة،
وهنا بيجيب موشن اخره وبيقوم وبيقول لها انتي ازاي ما خلصتيش ملف الشغل ده ليه؟ فبتقول له انا مش فاضية دلوقتي، بيقول لها مش وقت غدا ده على فكرة، وبيشدها من ايديها وبيطلعوا وبيروحوا يبدأوا شغل سوا وبيبدأوا جلسة تصوير، وبيقول المصور يا ريت تقربوا من بعض اكتر من كده وان شكلهم حلو جدا سوا، وهي بتقول جايب زوجته الشغل، وهو بيقول مش كفاية حبيبها الصغير كمان بتكلم شباب في الشغل، وبيكونوا الاتنين متغاظين من بعض جدا لحد ما بيقرب موشن منها وبيشدها عليه وهي مصدومة، وبيقول المصور رائع جدا شكلكوا يجنن، وبيخلص التصوير وبتقول صديقتها لين ايه رأيك نخرج سوا نتعشى، بتقول لها انا مش فاضية، بتقول لها سيد ليو ايه رأيك تيجي معانا، بتقول لها لا السيد ليو مش فاضي، السيد ليو هيرجع البيت مع زوجته يلا نمشي احنا، هو مصدوم من ردها. وبالليل بتروح تتعشى مع اصدقائها فعلا وبتبدأ تشرب وبتقول موشن الحسالة راح اتجوز في اسرع وقت ممكن وانا عايشة على ذكراه، هفضل كده لامتى؟ لا يمكن افضل بالشكل ده كتير. وبتقوم وهي سكرانة وبتلاقي روي مع شاب وبتقول لها اهلا اختي لين ده زوجي على فكرة، وطبعا لين بتتفاجئ وبتقف معاها تتكلم. وفي الوقت ده موشن في العربية بيقول فضلت تقول العمل بيجي اولا ونتيجة ده سايبة كل حاجة وسايبة شغلها وخارجة مع اصدقائها تشرب وتستمتع فقط، بتضيع وقت انا ومش مهتمية بيا نهائي، هتجنني تشرب وتسكر وممكن تضيع التليفون كمان وتسيبني وانا قلقان عليها بالشكل ده. وبعدين بيقول هو انا بفكر فيها ليه دلوقتي، وهنا بترن عليه وبتقوله موشن انا سكرانة انت دلوقتي تعالى خدني من هنا لو سمحت، فبيقول لها لين انت مجنونة هو انا سواق، وهي بتقوله بس انا عرفت الحقيقة دلوقتي، فبيقفل وبيقول حمقاء، وهي بتطلع تقعد تحت المطر وبتفتكر كلام روي، وهي بتقول لها في الحقيقة ابن عمي مقدرش ينساك لسنوات عديدة، وبتفتكر اليوم اللي سابته فيه وهو بيحضنها وبيقول لها انا عملت ايه غلط ما تسيبنيش، وسألتها روي اختي انتي بتحبي ابن عمي زي ما هو بيحبك صح؟ وهنا بتوصل عربية موشن وبينزل منها وبيمسك مظلة وبيمد ايده ليها، وهي بتقوله انت اتأخرت ليه؟ انتظرتك فترة طويلة مش فترة قصيرة نهائي، دول كانوا 6 سنين انهم عمر. فبيقول لها لين انت عاوزة ايه؟ عاوزة تعملي ايه تحت المطر كده هيسيبك برد؟ فبتقوم شدها عليها وبتفتكر ايامهم سوا وازاي كانت بتحبه وما زالت، وهو مصدوم ان هي قريبة قوي منه كده. وبعد شوية بياخدها معاه البيت وهي بتقوله انا مش سكرانة لا، انت عارف ان جاب طفل امر مؤلم ازاي، انت عارف سكن المدرسة مكلف ازاي، انت عارف صعوبة العمل والحياة بمفردي اكيد ما تعرفش حاجة، بيقول لها ايه الهراء اللي انت عمالة بتقوليه دوت، انت بتتصرفي وكأنك كنت ام قبل كده، بتقوله اعتدت على ده فعلا انت مش مصدقني صح، بيقول لها عذرا اقعدي، بتقعد وبتقوله اخي انت وسيم قوي اتجوزني، بتمسكه وبتقوله هل ستتزوجني يا اخي تزوجني، بيقول لها بتقولي ايه طالما ان انا شكلي حلو ولسه زي ما انا عاوزة تتجوزيني، بتقوله ايوه انت مش بس وسيم انت تبدو كشخص، بيقول لها مين، بتقوله انت تشبه تانية، بيقول لها مش انت قلتي مش عاوزة تتجوزي غير موشن، وبيقوم وبيمسكها وهي قاعدة على رجليه وبيقول لها ده اللي انت قلتيه صح هتتجوزيني انا بس. وبيخلص ملخص الجزء الثالث عن النهاية اللطيفة دي، وصل الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء الرابع في اسرع وقت ممكن وتعرفوا نهاية الحلوين دول ايه. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعملوا لايك للفيديو لان شيء بيفرحني جدا، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفترة دي، شكرا ليكم جدا يا حلوين على تعليقاتكم الايجابية زيكم على كلامكم الحلو اللي بيشجعني وبيفرحني جدا وعلى تفاعلكم معايا الفترة الاخيرة.
وبس يا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك رابط ملخصات مسلسلات كوري ومسلسلات صيني جميلة قوي على قناتنا دي وعلى قناتنا التانية وورد اوف اكشن، متأكدة ان هي هتعجبكم. عايزاكم تخشوا هناك وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو، بيفرحني جدا. في ملخص مسلسل صيني حاليا شغال على القناة التانية، متأكدة ان هو هيعجبكم، ملخص مسلسل تحفة، هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف التعليق المثبت، كل جزء جديد بينزل بحط لكم الرابط بتاعه، عايزاكم تخشوا هناك تتفرجوا عليه وتشتركوا هناك وتفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وعايزاكم تكتبوا لي رأيكم هناك. وبس ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تصلوا بينا على النبي، تذكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.